فضيلة الشيخ، هذا سؤال وردنا عبر هذا الشاشة، يقول: من طاف طواف الإفاضة وفي الشوط السادس انتقض الوضوء في زحام شديد، لا أستطيع أن أخرج، لكنني واصلت الطواف حتى أنهيت 7 أشواط. الطواف لا يصح إلا بالطهارة، قال صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، يعني يشترط له ما يشترط للصلاة وهو الطهارة. فإذا انتقض وضوءك فاخرج وتوضأ وارجع وابدأ من جديد، ابدأ الطواف من جديد. نعم.